مشاهدينا يا مرحبا فيكم في برنامجكم اليومي المؤشر ونسلط فيه الضوء على حركه التداولات في بورصه الكويت. اذا مشاهدينا يعني اليوم الثاني من تداولات بورصه الكويت لهذا الاسبوع وسلبيه لون احمر مكتسي القطاعات كلها في شكل عام عفوا او المؤشرات في شكل عام. سريعا ننتقل وياكم إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت، لواقفين من هناك زميلنا عايد يضعنا في الصورة في هذه الجلسة الثانية من تداولات بورصة الكويت. مسيك الله بالخير يا عايد. مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم فعلا يوسف جلسه سلبيه للغايه وتتوالى الجلسات السلبيه الواضحه في هذه في هذا اليوم وهذا الاسبوع الذي يقتصر على جلستين امس واليوم لاحظنا التراجعات واضحه على معظم الشركات القياديه باستثناء بيتك اللي ارتد امس كانت التراجعات واضحه على اكثر الشركات القياديه بسبب انتهاء فتره الحيازه وامس كان اقل الاسهم تداول دون استحقاق كبيتك والوطني والخليج تراجع اليوم استمر تراجع الخليج واستمر التراجع الوطني فيما بيتك ارتد اليوم ممتاز جدا طيب كذلك لاحظنا نشاط بعض الشركات القياديه كبوبان الكيماويات اليوم نشط مع قرب اعلان نتائج الماليه طبعا السنويه لأن تنتهي سنه الماليه في 30 من ابريل من كل عام او ولذلك مشاهدينا الكرام قاعد نلاحظ ان بوبيان الكيماويات قاعد ينشط بصوره ملفته ونشاط قوي جدا في الفتره الاخيره كذلك لاحظنا اليوم ضغوط بيعيه مستمره على اجلتي التي تراجعت بقوه وكذلك معظم شركاتها كالوطنيه العقاريه اللي اليوم كسرت حاجز 100 فلس وردت فوقه وحاليا والله ما ادري كم سعرها لكن راح يبين معاي كذلك سلطان يعني في تراجعات مشاهدين الكرام كبيره جدا، كذلك كثير من المجاميع اليوم تتراجع بصوره واضحه كمجموعه ايفا، الاستثمارات الوطنيه وكذلك المشاريع يعني اغلب الشركات اليوم فيها تراجعات ولكن اعتقد ان اليوم في شركات راح تعايد مساهميها، في شركات راح تعايد مساهميها مع هذه الجلسه الاخيره من شهر شهر رمضان المبارك، خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام الاخبار ومن ثم اقفالات هذه الجلسه ونامل ان شاء الله دائما الأفضل لسوقنا ونأمل إن شاء الله أن تعدل كثير من شركات السوق في هذه الجلسة ونشوف الوضعية الإيجابية النشطة إن شاء الله في نهاية هذه الجلسة ونلاحظ مشاهدينا الكرام حاليا واللي قاعد اشوفها في هذه اللحظات 21 نقطه تراجعا للسوق الاول، خمس نقاط و14 نقطه للسوق الرئيسي ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام 17 نقطه للسوق العام والسيوله تقترب من 40 مليون ولم يتبقى الا دقيقه وشوي مشاهدينا الكرام لنهايه هذه الجلسه، الجلسه السلبيه اجلتي والله ضغط بيعي كبير جدا لاجلتي، الكل يعني متعلق فوق امانه يعني اكثر تراجع عليهم اكثر من 150 فلس تقريبا اغلب المتداولين يعني بسبب النتائج الماليه الجيده بسبب توزيعات الجيدة قصدي لذلك مشاهدينا الكرام الكل كان متوقع الوضع يكون افضل لكن لاحظنا التراجعات الكبيره جدا مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه ولاحظنا يعني تراجع يعني غير مبرر لبعض هذه الشركات لذلك لاحظنا مشاهدينا الكرام تراجعات يعني واضحه لكثير من شركات السوق والاقفالات على الابواب في هذه اللحظات ونلاحظ جليتي بتراجع واضح، الدولي بتراجع، برقان 5 فلوس وفيما بيتك اللي صاعد 14 فلس في هذه اللحظات بيتك صاعد 14 فلس، بنك بوبيان 5 فلوس، استثمارات الوطنيه اليوم نازله 8 فلوس، مشاريع نازله 3 فلوس في هذه اللحظات، قاعد نشوف فعلا في تراجعات واضحه، والله في تراجعات واضحه على اكثر من شركه مشاهدينا الكرام، ومثل ما ذكرت انا الشركات القياديه تقريبا هي اكثر تراجعا في نهايه هذه الجلسه و لاحظ مشاهدينا الكرام اعتقد التعديل الحاصل في السوق الرئيسي قاعد يعدل السوق الرئيسي قاعد يعدل السوق الرئيسي في هذه اللحظات وقاعد نشوف وضعيته جيده حتى هذه اللحظه السوق الرئيسي هو الافضل المشاهدين الكرام في هذه اللحظات وقاعد نشوف يعني هل يتم التعديل لبعض الشركات باجي 20 ثانيه قبل الاقفال ونلاحظ مشاهدينا الكرام تعمقت خسائر السوق الاول وردت مره ثانيه عدلت لكن السوق الاول الرئيسي راح يذهب الى المنطقه الخضراء السوق الرئيسي سوف يذهب الى المنطقه الخضراء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام وقاعد نشوف الوضعيه السلبيه لبعض الشركات ونلاحظ التراجعات الحاده على اكثر على اكثر من شركه التراجعات الحاده على اكثر من شركه مشاهدينا الكرام ونشوف الوضعيه السلبيه على بعض شركات السوق وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام قاعد نشوف يعني اه تراجعات واضحه على اكثر من شركه مثل ما ذكرت انا بعض الشركات القياديه هي الاكثر تراجعا في هذه الجلسه الدولي حاليا فلسين برقان خمس فلوس والاستثمارات الوطنيه ثمان فلوس المشاريع ثلاث فلوس في هذه الجلسه وارزان ثلاث فلوس ونلاحظ عقارات الكويت كذلك بفلس اه تراجعا والتجاريه بفلس تراجعا في من المباني 7 فلوس ارتفاعا، كيبلات 44 فلس تراجعا، الصناعات الوطنيه 3 فلوس تراجعا، ونلاحظ السفن 15 فلس تراجعا، اجلتي 33 فلس لاجلتي ومعروضه بالحد الادنى 496، زين كذلك 11 فلس، الجزيره 5 فلوس، جي اف اتش فلس، بنجوربا فلس، اس تي سي 3 فلوس، ميزان 9 فلوس، المتكامله فلس، البورصه المتكامل 67 فلس، الغانم 16 فلس، شوف التراجعات واضحه، الوطني 9 فلوس الخليج 5 فلوس الاهلي 12 فلس، يعني لاحظ تراجعات للشركات القياديه كبيره جدا. لكن في هذه اللحظات حدث تباين مشاهدينا الكرام قبل الإقفال وقع شفنا التباين على اكثر من شركه مثل ما ذكرت انا قبل شوي يعني شركات السوق الرئيسي يعني افضل السوق الرئيسي من السوق الاول واعتقد انه ممكن يعني وضعيتها تكون افضل في نهايه هذه الجلسه. عندي الاخبار مشاهدينا الكرام نابسكو تمديد حق تمديد عقد لتمديد التسميت والخدمات المسانده لعمليه الحفر التطويريه واصلاح الابار التابع لشركه نفط الكويت لمده 15 شهر وزياده في قيمه العقد بمبلغ 7 مليون و120 استهلاكيه تعقد جمعيه العموميه غدا الصلبوخ الغاء ادراجه من من بورصه الكويت بناء على قرار هيئه اسواق المال العقارات المتحده استلمت كتاب من وزاره الماليه بالموافقه على تحديد عقد استثمار مشروع الواجهه البحريه لمده سنه تنتهي في 24 اغسطس 2025 الاستثمارات الوطنيه الجمعيه العموميه تنعقد في تاريخ 2/5 عن السنه الماليه المنتهي في 1/12/2023 هذه مشاهدينا الكرام والاخبار وها هي نتائج هذه الجلسه والكل ينتظر ماذا سوف تسفر عنه نهايه هذه الجلسه ولكن اللي قاعد اشوفه مشاهدينا الكرام الوطني العرض اكثر من الطلب الخليج العرض اكثر من الطلب في هذه اللحظات بيتك لا بيتك يغرد عاليا بيتك يغرد عاليا الطلب طلب جدا طيب 788 بالحد الاعلى مطلوب 878 والعرض 86 فقط لا غير بيتك يغرد عاليا مشاهدينا الكرام بنك بوبيان في صعودا الكويتيه باستقرار ونلاحظ المشاريع كذلك التراجع ثلاث فلوس ارزان ثلاث فلوس فيما الامتياز بصعود وعقارات الكويت كذلك مشاهدينا الكرام راح تقفل متراجعه في لحد الان طبعا لحد الان المباني الطلب افضل من العرض في هذه اللحظات والتجاريه العقاريه يعني تقريبا الطلب افضل من العرض في هذه اللحظات كذلك نشوف بعض الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام زين لا زين العرض اكثر من الطلب، العرض اكثر من الطلب ألف الطلب والعرض ألف نلاحظ بقية الشركات الأخرى مشاهدين الكرام يعني وضعية سلبية لبعض الشركات لكن خلينا معاكم مشاهدين الكرام شنو راح تسفر عنا نهاية هذه الجلسة ونلاحظ التجاري صاعد في فلوس هو اللي عدل تقريبا مؤشر السوق الرئيسي عندي العيد صاعد فلسين اليوم التلقان عندي ميدان عندي التسهيلات عندي إيفا متراجعة في هذه الجلسة راح تعدل إيفا إيه فاعتقد راح تعدل يعني تراجعها ثلاث فلوس لحد الان طبعا ممكن تعدل ثلاث فلوس طبعا هي ست فلوس حاليا يمكن تعدل ثلاث فلوس تقريبا نلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام بقيه الشركات الاخرى صكوك بتراجع ثلاث اعشار الفلس نمور ثلاث فلوس الاماراتيه بصعود اسيا بصعود راسيات بصعود ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام ولو تكافل بصعود وثاق في الوطنيه العقاريه 100.3 والعرض اكثر من الطلب يعني لحد الان راح تكسر حاجز ال فلس اذا في هذه في هذه العرض والطلب راح تكسر حاجز ال فلس نشوف الانماء بارتفاع سنام بتراجع فلس واعيان بتراجع عقار بتراجع العقاريه بارتفاع مزايا ومزايا بتراجع التجاره بارتفاع عندي اركان وارجان في المنطقه الخضراء لكن الارجان ممكن تغلص المكاسب في عرض اكثر من الطلب نشوف معاكم مع الشركات الاخرى مينا بتراجع مراكز واسمنت الكويت بارتفاع وورقيه بتراجع المعادن والسك بارتفاع وطنيه المواد البناء مشاهدينا الكرام فلسين سينرجي بارتفاع عربي قابضه تراجع أربعة فلوس أريد صعود 28 فلس أريده في هذه الجلسه وما راح يتغير شيء الوضع راح يزداد مكاسب اوريدي وراح تصير 65 يعني زائد 5 فلوس يعني 33 فلس 32 فلس تقريبا 33 فلس تقريبا مكاسب اوريدي وراح تصير لحد الان تخصيص بتراجع بيت الطاقه صار 11 فلس ما راح يتغير شيء في فنادق المتراجعه في هذه الجلسه متراجع 25 وراح تراجع اكثر لما يكون هناك دخول في اللحظات الاخيره مشتركه 9 فلوس ارتفاع النخيل كذلك بصعود 7 فلوس نلاحظ مشاهدين الكرام فيوتشر كيد لما الحين صعود 5 فلوس ما راح يتغير شيء ونلاحظ نفست مشاهدينا الكرام المتراجع أربع فلوس فاصلة ثلاثة وشمال الزور بفلس في نهاية هذه الجلسة يعني قاعد نشوف مشاهدين الكرام التعديل لن يكون كث... كبيرا مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة ولن تتغير الأمور أكثر لكن لحد الآن طبعا باجي باجي دشينا الدقيقة باجي ثلاث دقائق على إقفال المزاد توقع أن راح يكون بعض الشركات تعايد مساهميها توقع بعض الشركات راح تعايد مساهميها بالدخول الإيجابي على كثير من الشركات وهذا متوقع مشاهدين الكرام وتقلص الخسائر لبعض الشركات هذا توقع وشركات أخرى لا راح تزداد الخسائر يقول راح أبيع أنطر العطلة طويلة جدا مشاهدينا الكرام، لذلك التوقع ب ان يكون هناك شراء على شركات اخرى بارتفاعات وبيع على شركات اخرى بقوه حتى يكون لك يقول لك والله الكاش عزيز في الفترة القادمة خاصة مع العطلة ونامل التوفيق للجميع أردك يوسف ومن ثم نعود ان شاء الله لاقفال هذه الجلسة. نعم كل شكر لك يا عايد على هذا الايضاح وبالفعل يعني مشاهدينا لاحظنا التغير الإيجابي البسيط بعض الشيء على المؤشرات السوق العام كان أحمر السوق الأول أحمر السوق الرئيسي أيضا كان مكتسب اللون الأحمر كم في الفترة الأخيرة قبل إقبال المزاد عدل السوق الرئيسي واكتسب اللون الأخضر بعض الشيء يعني مشاهدينا حتى هذه اللحظة السوق العام 7180 نقطة السوق الأول 7852 نقطة السوق الرئيسي حتى هذه اللحظة 5000 وخمسين نقطة أكثر الشركات بالنسبة للسيولة النقدية ذكرها زميلنا عايد والرد أكد عليها مرة أخرى مشاهدينا يعني أكثر الشركات التي يعني كانت السيولة النقدية فيها أو الكمية النقدية فيها يعني واضحة كانت اجيليتي ووصلت فيها السيولة النقدية إلى 14 مليون وبيتك ثمانية مليون واربعمية ثمانية وسبعين ألف وبنك الكويت الوطني المليونين وخمسمية سبعة وعشرين ألف وشركة زين اثنين مليون وبنك بوبيان مليون ومية واربعة وعشرين ألف هذه الشركات الخمسة مشاهدينا الأكثر سيولة فيها في تداولات هذا اليوم وهو اليوم الثاني من تداولات بورصه الكويت ناخذ معاكم اكثر خمس شركات ارتفاعا عندنا في جلسه هذا اليوم من نصيب بيت الطاقه ووصل قيمه السهم فيها الى ميه واحد فلس والعقاريه وصل قيمه السهم فيها الى ثلاثين فلس اركان وصل قيمه السهم فيها خمسة فلس معادن قيمه السهم فيها اربعه فلس كفيك وصل فيها قيمة السهم إلى 71 فلس هذه الشركات مشاهدينا الأكثر ارتفاعا الخمسة حتى هذه اللحظة لنعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد وفينا في باقي هذه الجلسة تفضل عايد راح فيك يوسف راح مشاهدينا الكرام من جديد ودشينا المزاد في هذه اللحظات لذلك ننتقل سوية مع مشاهدينا لإقفال جلسة نهاية هذا الأسبوع الذي اقتصر على جلستين فقط لا غير وكل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام وإن شاء الله نشوف الإقفالات معاكم وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تكون الإقفالات أكثر إيجابية لبعض الشركات نشوف معاكم مشاهدينا الكرام نهاية هذه الجلسة ووضعية بعض هذه الشركات ولحد الآن اللي قاعد أشوفه والله يعني الوضع يعني ليم الحين سلبي الوضع لين الحين سلبي مشاهدينا وقاعد نشوف يعني بعض الشركات ما راح يتغير شيء، ما في دخول قوي جدا، ما في دخول قوي جدا على بعض الشركات، لذلك مشاهدينا الكرام التراجعات سوف تكون مستمره في نهايه هذه الجلسه على اكثر من شركه الوطني لن يتغير الحال بالتراجعات بيتك آه هاي خلاص ما يمدي ما يمدي مشاهدينا الكرام ما يمدي خلاص. خلاص ما يمدي نهاية هذه الجلسة مثل ما ذكرت الجلسة السلبية واضحة مشاهدينا الكرام في سلبيتها واضحة في تراجعاتها واضح في عملية الضغوط البيعية اللي حدثت على أكثر من شركة اليوم ونلاحظ تقليص خسائر السوق الاول وارتفاع مكاسب السوق الرئيسي وسوله 43 مليون لكن عندي الوطني قلص يعني فلسين تقريبا 6 فلوس تراجع الخليج زادت الخسائر 6 فلوس الاهلي 12 فلس تراجع عن الدولي فلس برقان 5 فلوس بيتك 14 فلس صعودا لبيتك بيتك 14 فلس، بنك بوبيان فلس، كويتيه تراجع فلسين، استثمارات الوطنيه تراجع 9 فلوس، المشاريع 3 فلوس، ارزان فلسين، عيان فلس والامتياز ستة اعشار الفلس صعودا، عقارات الكويت مشاهدينا الكرام باستقرار، الصالحيه العقاريه بتراجع، المباني 13 فلس صعودا، التجاريه على استقرار، الصناعات الوطنيه والكيبلات بتراجع، السفن فلسين، وبوبيان الكيماويات 5 فلوس صعودا، خمسة 35 فلس. الى اين الى اين انت ذاهبه يا اجلتي يا مارتن 26 مليون و150 تكبد المتداولون خسائر كبيره جدا في اجلتي زين 10 فلوس تراجعا لكن عندي هيومن سوفت ولافكو ذهب المنطقه الخضراء عند الجزيره بتراجع جي اف اتش فيلز بنك كان متراجع استقر واس تي سي المتراجع ثلاث فلوس ميزان تسع فلوس تراجعا متكاملة تسع فلوس والبورصه 67 فلس تراجعا الغانم 34 فلس في نهايه هذه الجلسه لكن لو نشوف بقيه الشركات مشاهدينا الكرام نجد بان التجاري صاعد ثلاث فلوس ومساكن صاعده ودلقان والعيد وميدان والتسهيلات ايفا خلصت الخسائر ثلاث فلوس من ذكرنا قبل شوي ساحل بتراجع البيت بارتفاع لكن عندي الاولى بتراجع الخليجي صاعد 17 فلس والكيفك بيصعد 4.3 فلوس فاصله عندي كامكو وطنيه دوليه القابضه يونيكاب مدار الديره الصفات اكتتاب صكوك بتراجع نور ست فلوس الاماراتيه واسيا بارتفاع لكن عندي هيئة التامين بتراجع ولا تكافل وثاق وطنية العقاريه 100 فلس اليوم آه. عربيه عقاريه بتراجع 14 الفلس والانماء 10 الفلس ونلاحظ العقاريه ومزايا وتجاره بارتفاع ارجان ذهبت المنطقه الحمراء اركان بصعود ونلاحظ مينا بتراجع مراكز مثل الكويت بارتفاع السكب والوطنيه مواد البنا بارتفاع لكن استهلاكيه 108 اليوم السينما بتراجع فنادق بتراجع مركز سلطان وعربي قابضة والرابطة ونابسكو والتخصيص وكذلك اي فنادق 24 فلس تراجع عن تحصيلات بتراجع نشوف معاكم المشتركة كذلك بصعود النخيل سبع فلوس والوقود وقود بأربع فلوس صعودا مبرد بتراجع منتزات بصعود فيوتشر كيد خمس فلوس صعودا ماشي بتراجع نونفست بتراجع وكذلك شمال الزور يعني هي جلسة مشاهدين الكرام متباينة في نهايتها ويعني فعلا كان الشهر الفضيل بس أول أيامه كان صعود السوق كان جدا جيد ومن ثم بدأت التراجعات الحادة حتى وصلنا لمسار سعرية جدا متدنية لجميع الشركات دون استثناء ونأمل التوفيق للجميع إن شاء الله وعيدكم بارك مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله الأمور بعد العيد تتحسن للأفضل إن شاء الله وكل الشكر لك يوسف وكل الشكر لمشاهدينا الكرام كل الشكر لك يا على هذا الإيضاح حول هذه الجلسة من تداولات بورصة الكويت وهي الجلسة الثانية لهذا الأسبوع وتباين واضح في المؤشرات يعني السوق العام حتى هذه اللحظة مشاهدينا يعني قبل أقل من دقيقتين لأن لاحظنا هذا التغيير السوق العام سبعة آلاف مية سبعة وثمانية نقطة حتى هذه اللحظة والسوق الأول سبعة آلاف وثمانمية تسعة وخمسين نقطة السوق الرئيسي خمسة آلاف وتسعمية وستين نقطة إجمالي عدد الصفقات حتى هذه اللحظة مشاهدينا خمسة ألف وخمسمية ثلاثة وعشرين صفقة الكميه المتداوله حتى هذه اللحظه عندنا 110 مليون سهم والاهم من هذا كله اللي هي القيمه المتداوله او السيوله النقديه عندنا اليوم لحد لحد هذا الوقت ما يعني السيوله النقديه وصلت معنا الى 43 مليون دينار مشاهدينا سريعا قبل ننتقل الى ضيفنا الاخر ومن الطرف الاخر نسوي مقارنه بين جلسه اليوم وجلسه الامس يعني جلسه الامس كان عندنا 7863 صفقه جلسه اليوم عندنا حتى هذه اللحظه 15537 صفقه آه آه كان عندنا مشاهدينا في الأم في الامس 86 مليون سهم حتى هذه اللحظه معنا آه 110 مليون سهم القيمه المتداوله في جلسه الامس 31 مليون وحتى هذه اللحظة 43 مليون دينار يعني نقدر نقول مثل ما قال زميلنا عايد يمكن الناس تبيع الكاش وما انت عارف فيها عملية بيع أو شراء بالنسبة للأسهم ولكن أيضا لتسليط الضوء على أداء السوق الكويتي يسعدنا نضم إلينا من البورصة أيضا المحلل المالي الأستاذ حسن بمجداد أستاذ حسن بعد التحية ضعنا في الصورة في جلسة هذا اليوم الثاني في دورة بورصة الكويت لهذا الأسبوع مرحبا فيك اخوي يوسف وباخواني مشاهدي تلفزيون الكويت اذا اردنا ان نضع عنوان لآخر جلسات تداول اخوي يوسف فكان سهم اجيلتي والبيع الملفت على سهم أجلتي طبعا لناخذ اخر جلسه في الاسبوع القادم كان عفوا الماضي كانت يوم الاربعاء يعني ثلاثه اربعه قبل الانتخابات آه هذا اليوم كان تاريخ حيازة لثلاث أسهم الوطني آه التمويل وبنك الخليج آه في يوم الأحد بالأمس آه افتتح السوق بفجوة آه تقريبا بفارق أكثر من ثلاثين نقطة بسبب آه تفصيخة هذه الأسهم آه الثلاثة فشفنا آه افتتاح بيتك بالأمس كان على منطقة تقريبا آه آه تقريبا على 700 فلس شفنا بيع على منطقه 700 فلس ومن ثم ارتداد تعديل للوضع واقفال على 717 اليوم اكمل ارتفاعه الوطني ما زال مضغوط عليه الخليج كذلك ما شفنا عليه تداولات ولكن العامل المؤثر الاكبر على سوق موضوع البيع على سهم اجلتي نشوف هذا السهم عند منطقه 588 كان كانت منطقه دعم اصطدم فيها اكثر من مره اليوم كان يعول عليها اخوان المحللين بان السهم سوف يرتد من هذه المنطقه ولكن اليوم شفنا كسر لهذه المنطقه واتجاه الى مناطق الخمسينات تقريبا 553 الفوليوم عالي جدا اخو يوسف قابل عمليات البيع عمليات شراء ولكن قوه عمليات البيع يعني لم تمكن السهم بالاقوال في المنطقه الخضراء شفنا عروض كذلك بالحد الادنى ولكن ليست كبيره تقريبا بحدود 600 الف سهم لسهم اجلتي فبشكل عام منذ نهايه الاسبوع الماضي اخوي يوسف المؤشرات سلبيه الاقفال سلبي اسبوعي الاسبوع الماضي هذا الاسبوع اقتصر على جلستين تداولات يعني محدوده ولكن ما رفع التداول في جلسه اليوم البيع والذي قابله شراء على سهم اجلتي انتظار وترقب حذر في السوق على يعني اكثر من سهم ما عدا اليوم سهم بيتك اليوم شفنا عليه شراء وبعض الاسهم في السوق الرئيسي فبشكل عام الوضع حتى الان يعني مو معطي اشارات ايجابيه بان السوق سوف يغير اتجاهه ولكن هذا يعتمد على ما بعد عطله عيد الفطر السعيد طبعا الجو الوضع الجيوسياسي يعني يلقي بظلاله على السوق يعني في هذه الفتره ولكن ليس هو المحرك الاساسي المحرك واضح يعني اتجاه السيوله اتجاه البيع وخصوصا على سهم أجلتي في اخر جلسات فنتمنى ان شاء الله بعد عطله عيد الفطر السعيد نشوف يعني استقرار للسوق تتضح الرؤيه الرؤيه اكثر نشوف تاسيس لبعض الاسهم وارتدادات عندئذ نتحدث عن تحسن مؤشرات السوق ولكن حتى الان المؤشرات سلبيه والاقفالات الاسبوعيه سلبيه وننتظر اي ارتداد او دخول سيوله تعدل من اتجاه السوق. استاذ حسن كان عندنا اجلتي بيتك وطني زين بنك بوبيان لاحظنا يعني ثلاث قطع يعني ثلاث شركات بيتك بنك الكويت الوطني بنك بوبيان هل التوجه نقول الملاذ الامن في القطاع المصري القطاع المصرفي لجلسه هذا اليوم؟ طبعا يعني دائما القطاع المصرفي اخو يوسف هو الملاذ الامن حتى لو كانت عليه عمليات بيع يقابل عمليات البيع عمليات شراء والدليل الفوليوم العالي يعني ما ان تاخذ هذه الاسهم قيعان او تكسر دعوم معينه تشوف انخفاضات في الاسعار ولكن تشوف فوليوم عالي بمعنى ان هناك من يشتري باسعار متدنيه على هذه الاسهم. الامر الثاني اليوم نحن نسعر القادم الربع الاول يعني من يبادر في الاعلان في الربع الاول دائما هي البنوك وخصوصا سهمي بيتك والوطني. فما ان يعني يرتد السوق او يتعدى الوضع ترى هذه الاسهم يعني ترتد تسبق الاسهم الاخرى خصوصا بيتك والوطني. في الارتداد ونشوف هذه الاسهم فعلا تدعم المؤشر وتعدل المؤشر فكما تفضلت اخو يوسف الملاذ الامن هي القطاع البنكي ولكن تمر فترات على السوق يعني تكون هناك استراحة أو عدم رؤية أو عدم وضوح الرؤية بعد ذلك عند تأسيس السوق واتضاح الرؤية ودخول السيولة تشوف هذه الأسهم تتحرك بشكل طبيعي ونشوف ارتدادات وارتفاعات لهذه الأسهم نعم كل الشكر لك أستاذ حسن أبو مجداد يعني المحلل المالي على توضيحك لهذه الجلسة لبورصة الكويت لهذا الأسبوع وهي الجلسة الثانية إذا مشاهدينا يعني صوره واضحه تباين واضح حتى يعني في تداولات هذا اليوم السوق العام مكتسي باللون الاخضر 7187 نقطه السوق الاول 7859 نقطه وايضا مكتسي باللون الاحمر تباين بسيط في السوق الرئيسي و 5960 نقطه واكتسى في خلينا نقول في الدقائق الخمس الاخيره في اللون الاخضر يعني جلسه ما اقدر نقول سلبيه 100% ولكن جلسه متباينه وفيها سلبيه واضحه ولون احمر مكتسي مؤشرين السوق العام والسوق الاول. نتمنى الايجابيه باذن الله تعالى وحتى هذه اللحظه نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.